اللي يا آغا بالوقت اللي حفيدك عم يتعدى على شرف بنتي بدك ياني استاذن لما فوت على هالغرفة هاي؟ اللي لشوف شو عم تحكي انت يا زلمة؟ اللي شوفي شو بكن حكولي شو صاير؟ اللي عم بيصير يا آغا اللي عم بيصير انه هذا حفيدك حاطت عينه على بنتي وقال انه بده يتزوجها، بس هنن عم يلتقوا بغرفته بالسر، انا اللي مسكتهم بايدي، الله اعلم لو ما مسكتهم شو كان راح يصير يا آغا. احكي بأدب يا كاظم وعرف مع مين واقف. انت مستوعب الكلام اللي عم تقوله؟ انا مستوعب الكلام اللي عم قوله كلمة كلمة. انت لا تاكل هم بنوب يا آغا، لا تاكل هم. طلع فيني، انت بلشت تتمادى كتير وبدي علمك الأدب يا آغا. يا آغا كورهان قديش صار عمرك؟ تروك هالحركات السخيفة بقى اتركها، عاملين عملتكن وعم تطلعوا بالعالي. أنا ماني جاي لهون لحتى بوس إيدك وراضيك، أنا ماني جاي حتى أخذ الرضا، إذا حفيدك هاد ما صلح غلطه وقتها أنا ما رح أشتكي، رح أعمل أكثر من هيك بكتير ويكون بعلمك. اعمل يلي بدك ياه وإيدك ما تعطي. أنت مستوعب شو اللي عم تحكيه؟ أنت ما عم تسمعني يعني؟ أنت ما عم تسمع يا آغا شو عم أحكي أنا؟ عم أقول لك كانوا بالغرفة، التقوا بالسر، مسكتهم بإيدي، مسكتهم وكانوا مع بعض. قالوا لي بدنا نتزوج، برأيك لو ما قالوا رح يتزوجوا؟ كنت شفتهم هلأ واقفين قدامك هون، أنا كنت قتلتهم من زمان، كنت شخدتهم. إيفيكات احكي لي شو عم بيصير هون بالتفصيل، لازم أعرف كل شي عم بيصير بسرعة، يلا احكي. يا أغا صار فيك تقارب بين الشباب، كاظم بيك معه حق، أنا كمان كنت بعرف للحقيقة وكنت بدي أقلك، بس يعني بتعرف الأحداث يلي صارت كلها، وعلى حسب معلوماتي نيتهم جدية وهن حابين بعضهم وبدهم يتزوجوا.